بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن استعراض عام لوظائف وتركيب العضيات الخلوية. معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وهذا الدرس عن نوع من أنواع العضيات اسمه حويصلات غذائية داخل الخلية. الحويصلات الغذائية راح نتكلم عن تركيبها. تركيبها عبارة عن فراق محاط بجدار يحتوي بداخله على مادة غذائية مبتلعة بواسطة الخلية، والوظيفة تأخذ المادة وتجعلها تتحد مع الليسوسوم، مادة ثانية اسمها الليسوسوم داخل الخلية. أتمنى أنكم فهمتوا إيش هي حويصلات الغذائية، عضيات حويصلات الغذائية. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم الدرس القادم.